يقام معرض إكسبو 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتحديداً إمارة دبي تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، حيث شرحت دول العالم خلاله جهودها في مختلف المجالات مطلقة العنان لمخيلتها لحل أبرز تحديات العصر. ويعتبر معرض إكسبو 2020 دبي أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين والأنشطة المقامة فيه. منذ أول انطلاقة لمعرض إكسبو في العالم عام 1851 والذي عرف باسم المعرض العظيم، لا تزال معارض إكسبو من أكبر وأهم الأحداث الدولية، حيث تستضيف إكسبو هذه المرة دبي على امتداد 6 أشهر مستقطبة ملايين الزوار الذين يكتشفون أجنحة المشاركين والفعاليات المختلفة. أعتقد اليوم الحمد لله إكسبو أثبت للعالم أن احنا يعني في خضم زحمة الكورونا والتخوف وفي إغلاقات في العالم، الحمد لله استطعنا يعني نجتمع مرة ثانية كبشرية مع بعض، والاجتماع هذا كان لغرض أن يجمع كل العقول ويكون فيه نوع من التواصل بين الحضارات. إنجاز الإمارات إنجاز عظيم في استضافة إكسبو 2020، جمعت العالم من كل البلدان ومن كل الدول. والله حدث يعني ضخم صراحة، وما تخيلت هذا الإنجاز اللي عاملينه، يعني من ناحية التصاميم من ناحية المباني صراحة ما يوصف، يعني فوق الممتاز، حتى ما تصورنا هذا الحجم الكبير من الأجنحة من الناس. موفقين بإذن الله للأمام. يعني صراحة التنظيم ما عليه أي كلام، ممتاز جدا وفوق الممتاز، وهذا عادة دولة الإمارات، يعني عادتهم هذا كل شيء ينظموه ما شاء الله عليهم فوق الممتاز. هذا الحدث العالمي يشارك فيه دول ومنظمات دولية وشركات ومؤسسات تعليمية مستعرضين للعالم تحديات وحلول المستقبل. صراحة أول مرة جي واندهشت بي عدد الناس اللي فيه، وفي استقبال كويس، وفي كمان مساعدة من السيكوريتي، كلهم يساعدونا، وأنا كجزائري أول واحد مشيت الجزائر، وبعدين ونمشي لفرنسا كمان، وعايز نشوف المناطق في أماكن للإسلام حلوة. فسعدت بما شاهدت من تنظيم، من مباني تتسم بالعصرية في التجهيزات واستخدام التكنولوجيا واستخدام التقنيات الحديثة في العرض. ما شاء الله يعني عدد زوار وصل حاليا ل 4 مليون تقريبا زائر، وحياهم الله، يعني الحمد لله يعني الناس مستانسة والأجواء طيبة وكل جناح أحلى عن الثاني. يعني ما شاء الله يعني كل جناح أفضل عن الثاني، وكلها فيها مثلا في التراث والمستقبل، يعني يبينون للناس كيف كان التراث وكيف تطورنا بالسرعة الجميلة هذه وتطورنا أكثر وأكثر، الحمد لله رب العالمين. ومن المتوقع أن يجذب معرض إكسبو 2020 دبي أكثر من 25 مليون زيارة، 70% منها من زوار من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. من ساحة الوصل يتواصل العالم لاكتشاف أكثر من 180 دولة وثقافة تقدم لهم تجربة حية لصناعة المستقبل. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين، إكسبو 2020 دبي.